ومعانا على التليفون استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول والثروه المعدنيه عشان يعرفنا على تفاصيل اكتر. صباح الخير على حضرتك يا استاذ حمدي. اهلا وسهلا يا فندم، صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني استاذ حمدي، في البدايه ايه ابرز الملفات اللي ناقشها وزير البترول خلال لقائه برئيس الوزراء؟ طبعا احنا عارفين ان الاولويه الاولى لقطاع البترول ووزاره البترول هو نمره واحد توفير المنتجات البتروليه والغاز الطبيعي للمواطنين والقطاعات الاقتصاديه المختلفه. طبعا كان السيد رئيس مجلس الوزراء كان بيستمع لاستعراض للموقف الحالي لموقف امدادات البترول والغاز الطبيعي وفيما يتعلق بالمشروعات الخاصه بمشروعات البحث والاستكشاف والتنميه وموقف الاتفاقيات البتروليه. في 12 اتفاقيه بتروليه تم الموافقه عليها من مجلس الوزراء وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه في هذا التوقيت المهم. انت عارفه حضرتك لما نعمل اتفاقيات بتروليه في التوقيت اللي بيشهد كل معظم الشركات العالميه بتتباطأ في الاستثمارات، لكن شايفين ان في نجاحات تحققت في مصر، شايفين ان في اصلاح اقتصادي، شايفين ان في استقرار سياسي لقياده الرئيس. كل دوت بيحفز الشركات العالميه ان هي تيجي مصر وان هي تكمل شغلها في مصر وتيجي شركات جديده تيجي. طبعا دي من ابرز الملفات اللي رئيس مجلس الوزراء اطمأن بيها على الموقف الحالي لقطاع البترول، وهو اثنى على ما تحقق خلال الست سنوات الماضيه، وده بيدي مؤشر لان قطاع البترول العاملين اللي فيه شايفين فيه تقدير من القيادات السياسيه والقياده السياسيه ومن الحكومه، فبالتالي ده بيحفزهم لبذل مزيد من الجهد ومزيد من العمل. طبعا اكيد. يعني استاذ حمدي، لو حضرتك تطلعنا على اهم الجهود اللي بتقوم بيها الوزاره في الوقت الحالي في ملف البحث طبعا والاستكشاف، زي ما حضرتك اتكلمت انه كان في اعلان عن اكتشاف جديد في المياه الضحله بالبحر الاحمر. طبعا انت عارفه حضرتك ان طبعا من نتيجه نجاح مصر بقياده الرئيس في ترسيم الحدود ما بين مصر وما بين السعوديه ان انت تقدري تدوري على البترول والغاز في منطقه بقر زي البحر الاحمر. فبمجرد ما تم الانتهاء من ترسيم الحدود كان قطاع البترول سفاق، قطاع البترول متوقع ان شاء الله نجاح في هذه الجهود. تم عرض وطرح مزايده عالميه للبحث عن البترول والغاز امام الشركات العالميه في منطقه البحر الاحمر، والحمد لله النتيجه كانت ايجابيه. في 3 شركات من اكبر الشركات العالميه فازت بالمناطق المطروحه، ودي الخطوه الاولى في بالنسبه للبحث عن البترول والغاز في المنطقه دي. ده الجزء الاولاني، وفي منهم 3 اتفاقيات تم الموافقه عليهم في مجلس الوزراء، ودول ان شاء الله هيتم التوقيع عليهم بعد الانتهاء من الاجراءات القانونيه وموافقه مجلس النواب وصدور القانون الخاص بها. استاذ حمدي، يمكن في بدايه عفوا في بدايه كلامنا خالص في صباح الخير يا مصر كنا بنتكلم عن الموازنه الماليه الجديده للدوله 2020 2021، لو حضرتك تكلمنا عن المخصصات الماليه لقطاع البترول واهم الجهات المواجهه ليها هذه المخصصات. احنا عارفين حضرتك ان الدعم في الموازنه الجديده السيد وزير الماليه على انهم 28.2 مليار جنيه. طبعا احنا بنقول ان الدعم الحمد لله تم خلال السنوات الماضيه هيكله الدعم، عشان كان الدعم اصلا ما بيصلش الى المستحقين. طبعا كان في خطه ومدروسه وهيكله للدعم بحيث ان يتم رفع الاسعار لسعر التكلفه، ما بنتكلمش على السعر العالمي، سعر التكلفه. فيها لجنه موجوده دلوقتي بكل 3 اشهر لجنة التسعير التلقائي بتدرس العوامل الثلاثة المؤثرة في الأسعار، وكل 3 شهور بيتم الإعلان عن أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي متوازنة مع سعر التكلفة. إحنا ما بنتكلمش على الأسعار عالميا، بنتكلم على سعر التكلفة. فبالتالي عندما تم إعادة هيكلة الدعم، في جزء كبير من الدعم اللي كان موجه إلى أغراض استهلاكية تم توفير هذه المبالغ، وطبعا احنا شايفين ان هذه المبالغ بتروح لمخصصات اخرى اهم للمواطن زي الاسكان، زي الطرق، زي التعليم، زي الصحه، دي كلها بيستفيد منها المواطن
الحقيقي اللي بيستفيد من الدعم، لان الدعم كان بيصل لكل الناس سواء المستحق او غير المستحق، وكان بيبقى في نوع من انواع التبذير في استخدام السلعه نفسها. أستاذ حمدي، يعني أخيرا وسريعا جدا، لو حضرتك تكلمنا عن تطورات العمل في حقل ظهر، ويعني وكمان الاستكشافات في المنطقة الاقتصادية الشمالية. طبعا احنا عايزين نقول بس حاجة مهمة أوي، إن بالنسبة لحقل ظهر ده كان نتيجة ترسيم الحدود مع قبرص، أنت قدرتي إن أنت تطرحي هذه المنطقة أمام الشركات العالمية، والحمد لله كللت الجهود بالتوفيق والنجاح في تحقيق الكشف. لكن أهم من تحقيق الكشف كان معركة التنمية لهذا الحقل. احنا حطينا الحقل بعد 28 شهر على منذ الاكتشاف، وحط على الانتاج، وسيادة الرئيس شرفنا وافتتح هذا المشروع. طبعا هذا المشروع الحقل دوت معروف انه هو اكبر حقل في احتياطي بالنسبه للغاز في منطقه الشرق الاوسط المتوسط، وفي على مصر على الاطلاق احتياطي حوالي 30 تريليون. طبعا الحقل دلوقتي الانتاج بتاعه ممكن يصل الى 3 تريليون قدم مكعب يوميا حسب الاحتياجات السوق المحلي. وطبعا وده رقم مهم اكيد بالنسبه لمصر. احنا دلوقتي بننتج منه وفقا للمقدرات حوالي 3 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، وماشيين في خطة التنمية واستكمالها. طبعا برضه ايضا في طبعا يعني وضحت فكرة حضرتك استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.